مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائية في كل مكان، كل سنة أنتم طيبين، رمضان كريم، تصوموا وتفطروا على خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع كل الود والتقدير. هذه المساحة الإنسانية الخالصة التي تختص بالسعي في حاجات الناس، وهي مساحة للبحث عن قصص الآخرين، للتنقيب عن الذين صمدوا في وجه الظروف واستطاعوا من خلال أعمالهم البسيطة أن يديروا حياتهم بصبر رغم المعاناة اللي بيعيشوها. اليوم نحن في القادسية الدخينات ورفقة أخونا عصام بطل قصة اليوم. عصام متزوج وأب لطفل وساكن في بيت ورثة، بيشتغل في بيع الموية للنسوان اللي بيبيعوا الشاي والقهوة، وده كل عمله. خلونا مع بعض نتعرف على قصة عصام. وعصام رجل ما شاء الله روحه مرحة، فيه حس الدراما والدعابة، يمكن ده الشيء اللي بيخفف وطأة الظروف القاسية عليه. مرحب بك يا عصام، حبابك. أهلا وسهلا، يا مرحبا بك. أول حاجة خلينا نبدأ من النهاية خالص. أنت تزوجت متين؟ لا زوجت يعني بدري شوية، يعني تأخرت في الزواج. ربنا رزقني منها بولد حسي في عمره زي 10-11 كده، في سنة الثالثة ابتدائي. ما شاء الله. الحمد لله. يعني زوجت بدري شوية؟ بدري شوية. تأخرت في الزواج. طيب من زواجتك كنت ساكن في البيت ده؟ من زواجتي كنت ساكن في البيت ده. والبيت طبعا زي ما انتم شايفين ورثة، وهنا ساكنة معاه في كوخة. اختي ساكنة معاي واختي الثانية دي برضه ساكنة معاي. يعني اخواتك اثنين معاك في البيت هنا؟ الحمد لله المعيشة طبعا نحمد الله على كل شيء. والله إلا نسابتي الله يديهم العافية ويحفظهم، واقفين معي في سعي الولد ده وتربيته، يعني عشان شايفين الظروف صعبة شوية. طيب أنت متين ساكن في البيت ده؟ أنا ساكن بدري قبل ما أفكر الزواج، زي وصلت زي كم سنة كده، 15 سنة حاجة بشكل، طولت يعني. ده كان بيت الأسرة الكبير اللي أنت زوجت فيه؟ أي ورثة. قبل كنت وين قبل ما تجي؟ قبل ما نجي كان في صنقعات وفي بنسك، وساكنين في الوحدة. حتى من الوحدة طوال جينا، هو الوالدة الله يرحمها اشترت البيت ده ذاته. طيب انت كنت شغال شنو قبل ما تتزوج؟ قبل ما اتزوج، قبل ما اشتغل المويه دي والهنا، كان بشتغل مع البنايين طلبة. كنت بشتغل طلبة؟ ايوه. وبعد طلبة شوية مشيت لنفس السمكرة، قلت اتعلم عنده، لقيت نفسي ما قدرت عليها خليتها. لانه اليد شوية تعبانة، ما احنا ما بقدر اشيل اي شاكوش ولا عربي الطن ارفعها اقعد ادقدقها، خليتها. منها جاي لقينا هو شغل الدرداقة دي بالموية، بنشيل نوزع للستات الشاي، سيادة الاكل، حاجة بشكل مطاعم بنوزع لهم المويه. هقدر اللي بنلقاها الحمد لله، بدال المره تصرف بها، وانا هنا قدر بلقاها ان شاء الله 1000-1500 على قدر اللي بتجي الحمد لله، دي اهم معيشه. طيب انا ده نمشي معاك خطوه خطوه. انت قلت لي اول حاجه كنت بتشتغل طلبه؟ ايوه مع البنات. الكلام ده قبل الزواج؟ ده قبل الزواج بكثير، بدري. قلت لك من يوم ما سعيد قمت على الشلال دي بدأت مع البنايين باريت ونهون. يعني كنت الزمن ذاك لسه ما فكرت الزواج الصبي. يلا بعد ما تميت البنيان مع البنايين باريتهم في الطوب والنونه وحاجه بالشكل ده، بدون طوبهم. انتهيت منهم مشيت جاي لقيت البنيان شغله ميت. جربت تشتغل سمكره؟ جربت، مشيت لناس السمكره. يعني شيء خليته في الدنيا سككت عماف الحمد لله. حتى طيب منو اللي قال لك شغل المويه ده يعني شغل
مناسب ليك وجربه. والله دي واحدة الله يديها العافية ويحفظ الأولاد إن شاء الله. ما بكذب عليكم ست شاي. بنمشي نقعد معها أنا والأخت له. قالت لنا تتعلمي عندكم دلقة؟ قلنا لا عندنا دلقة. ما بكذب عليك. قالت لنا خلاص أحسن من تأجروها للناس تجربوا الموية دي. شوفوا يمكن تمشي معاكم كويسة تساعدكم في المصاريف وكذا. بارك الله فيكم قد عملناه. بقينا نحوم فيه لما نعرف أننا بقى نشيل لنا الموية ونبيع عليهن. بقت الحياة مستمرة كده الحمد لله. طيب أول يوم لما جيتوا تشتغلوا في شغل الموية ده شلتوا دردقاتكم مشيتوا ياتوا مكان؟ مشينا والله بنلقى المواسير في واحد عامل له ماسوره وعامل له مجرى كده يعني شكل سبيل. نحب نشيل الماسوره اللي بنحطها في الجراد. كان وقت ذاك مشترينا جرى كانال. بالجراد الستات الاكل والشاي ديل بنشيل جراد اللي نحط الماسوره فيه نملاها لهن. كان عندنا دردقه واحده بس ما بكذب. انتوا الاثنين عندكم دردقه واحده؟ اي بنشيل نشيل نحط في الجرادل بتاعتن نوزع عليهم في دكاكين في هنا. في النهاية قلنا على شنو؟ قلت ما نتعب نفسنا ونتعب هن نشتري الباغات نشتغل بها نوزع لهن مواعين تكون معانا محفوظة أحسن من يقول ضاع علينا وبدلتوهن وهنا. قلت نشتري الباغات. اشترينا الباغات والحمد لله بقينا مستمرين بين كده. مستمر بهم كده الحمد لله. في الشغل كنا فيها تسوق في سوق الغادسية هنا سوق عبود. سوق الغادسية. هاي عبود. بيشتغل من الساعة كم للساعة كم؟ والله بنشتغل من الصباح لحد يجي المغرب كده قريب المغرب بنقيف طوال يعني وده بنجي. من الصباح لحد المغرب. هاي. الشغل غايته الحمد لله قدر بيطلع نحمد الله على كل شيء. طيب ورونا بتتعامل مع الناس دي كيف؟ هل انت بتشيل دردقتك تمشي للزول تقول له انا بجيب لك مويه ولا هو بيناديك بيقول لك جيب لي؟ لا هم بينادونا بيقولوا لنا تعالوا جيبوا لنا مويه. بنقوم نمشي نجاسف نمشي حس لما مشيتوا معانا المحل بننقل منه ونودي لهم نشوفوا مسافه قدر شنو. مسافة بعيدة؟ بعيدة يا زدك انت كان خليت الشغل عديل. لكن الحمد لله. انت خلاص اتعودت على القصة دي؟ خلاص طلعت هنا التعويدة دي ما حاجة سهلة. طيب ناس السوق بيتعاملوا معاكم كيف؟ والله الحمد لله تعاملوا معانا كويس واحنا نتعامل معاهم كويس. ناس كويسين معاكم؟ الحمد لله. وهون ذاته يعني ما بشكل ركض نفس. نحن ذاته بنتعامل معاهم معامل شنو؟ كويسة. مثلا نقول انت الليلة ما عندك حق الموية. تقول الله يا اخي انا دار الموية لكن ما عندي. بقول لك خلاص ما مشكلة. بديك الموية وبكرة ان الله حيانا ان الله تعافت القديم والجديد تديني له. يقول لي خلاص. بقوم بملا له بخليه له بكرة اجي اشتغل له في الجديد اشيل من القديم والجديد كده. مرات معاملتنا معاهم كده. بيقول عنده ده يا هو بيدينا حار حار. نشيل منه. والله لدرجة الشغل كي تكون ميت ما بكذب كذب كعب عشان نوفر للولاد بناكل السندوتش بتاع طعمية. هو كي تشوف يكون ظابط. وكي تكون ظابط ده هو الحمد لله. إن لقينا شوية ما قرص معانا شديد. بنمشي ناكلها هناي أقل شيء يا زبادي. نسوي بس فوق الملح والزيت كده ونقعد نواصل بناكل. بمتين ده كنت تكون ظابط حبة يعني. لكن بقى شغل شاد حلو. بناكله كان فول كان يعني على قدر الاستطاعة. طيب انتوا لما تجوا شايلين المويه دي عندكم ناس معينين بتغشوهم ولا انتوا بس بتكونوا قاعدين بدبداباتكم دي هم اللي بينادوهم بيقول لكم جيبوا لنا؟ لا عندنا ناس معينين. يعني حابب نجي بفوقهم بنغشهم السلام عليكم وعليكم السلام. الدايره مو دي بتقول دايره الما دايره دي بنفوت نخليها يعني ما بنش حدا نقول لها تعال شيلي الا نقول لها نبدا لهم بالسلام وبعد كده الدايره مو دي بتقول تعالوا الما دايره دي الحمد لله بنقول. هو السوق اصلا ما فيه مويه انتوا بتجيبوا المويه من برا؟
اي بيجيبوا من برا. اها بيعملوكم كيف؟ الدرداقه بكم ولا الباغه؟ الباغه اول حاجه كم بالبسيط، انا حسي بدينا لهن 150 الباغه، الباختين ب 150 هاي حبة حبة كده قمنا قلنا خدتين الخمسين بفوق لها، قلنا لون البختين بمئتين الباقة بمئة. وفي الأول دارين الطيابه قلت له ده أقول لك يا صاحبي الدردقة دي بتشتغل أي حاجة إن شاء الله، لو نفايات لو تراب بتشتغل خليك ما دارينك يلا. مثلا أنت قلت لي داير مويه بقوم بجي بفوق، بقالوا ما دايرين دير فهو بموتير، انا عارفون هون المحتاجين، انا ما محتاج له بجي مخصوص بعمل اللون وبمشي. نظام فيزول اشترى يعني؟ نظام فيزول اشترى فهو بمشي لذاك الاسل وقال داير الكبالي واجي راجع قال، وبرجع بيوم ما بالشارع زال برجع نفس الشارع ذاته بحب ادور تشيله مليانه وترجع بيها فاضي فاضيه يلا فاضيه دي بعملها كانها مليانه كب بجي بفوق هنا طالب بتراجعه بيقولوا لازم تتربوا دم، هم بيودوا كده يبيعوا معناته ما واقفين مو واصلين معناته، يقوم يتراجع يقولوا خاصة دون باغة باختين لو ان يمسكوا طوالي معانا. نحن مع اخونا عصام رجل لطيف شكرا صاحب الابتسامة المرحة روحه الجميلة، وعصام صاحب قفشات يعني، ودي يمكن واحدة من الحاجات الجميلة اللي بتخفف وقع الظروف الكعبة على الناس يعني، وروح الحلوة دي أعتقد هي اللي خلت ناس السوق يتعاملوا معه يعني، يقولوا إنه زمان في الأثر بائع الخل وبائع العسل، لما بائع الخل كان بيبيع أكتر من بائع العسل، سألوه ليه أنت بتبيع أكتر من بتاع العسل؟ قال لي وأنا ببيع الخل بلسان من عسل وهو ببيع العسل بلسان من خل. فالشاهد انه الاسلوب والطريقه بتاعت التعامل هي اللي بتخلي الناس تقبلك او ترفضك. من الحاجات اللي حكاها عصام بلطافه وبيضحك قال انه يعني لما الظروف تكون صعبه معه شديد بيفطر بسندوتش بتاع طعميه، واذا الامور كانت ظابطه والسوق كان كويس خالص بيفطر بزبادي بملح بيضيفوا له حاجات كده وخلاص يعني، فدي رفاهيته. انا عايزكم تقيسوا الامر على انفسكم وتشوفوا شكل الرضا الداخلي عند الزول، كيف الزول ممكن يكون يعني راضي بوضعه وحامد ربنا عليه. وانا لاحظت بين كل جملتين وثلاثه يحكي عصامه تلقائيا بيقول الحمد لله، فده بياكد ملاحظه احد الزوار اللي جه السودان قال انا لاحظت انه السودان شعب شكور، فدائما الحمد لله على لسانه. نحن مواصلين في حكايتنا مع عصام اخونا، وعصام خلينا نمشي معاك شويه للسوق ونشوف قصه المويه دي. انتوا كتار شغالين مويه ولا انت ودختك بس؟ والله يا اخي بس بديناها انا وودختنا شغالين بها. اي جاب فوقنا الثاني نفرين اشتغلوا معانا، واحد حس خلاه الظاهر، الثاني ذاك ماسك معنا لكن ما بيشتغل طوالي، مرة يشتغل مرة يجيف يعني ما بياخد مسافة طويلة لما يشتغل زينا. طيب بس انتوا شغالين في الموية دي لكم كم سنة؟ والله يا اخي وصلنا زي 3 سنة ل 4 سنة يعني، طولنا شوية ما بكذب عليك. طولت شوية؟ طيب الفترة دي مش الناس يعرفوكم يقول خلاص اقعد في محل واحد يجوا يجيبوا عصام يجيب لنا موية عصام يجيب لنا موية، ما زي زمان، زمان لازم لا ما زي زمان لازم تعرف. لكن حس بيقول عصام وين واحمد وين وخاس السوق كله الحمد لله عرفنا لدرجه يعني بنتعامل معهم بمعاملتين باخو واخوان، نهزر معهم يهزروا معنا كذا بنجذبون على شنو بالكلام السمح، لازم تكسب الناس بالكلام السمح. اسي الجوز بتاع المويه ب 200 جنيه. هاي وانتوا تشتغلوا من الصباح للمغرب؟ للمغرب. المغرب دوك تيجي نحب نكون فكرنا نجي جاي قدر بنلقاه الحمد لله. الحمد لله. اي نحن طيب اليوم كده بيكون كويس شديد بيطلع معك بكم؟
والله بقى كويس شديد شديد خالص. أقل شيء 1000 جنيه 1500 أو 2000 أقل شيء، ما طبعا حتخصم منها حق أكلك وشرابك. أي أي فطورة بالصافي ال 2000 دي يا 2000 يا 1500 يعني قدر بتطلع الحمد لله. الحمد لله. وبالنسبة لرسوم الولد في المدرسة؟ الرسوم والله زي ما وريتك طبعا الحمد لله نسبت الله يحفظهم يحفظنا أقولهم إنه بيساعدوني هنا عشان عارفين الظروف صعبة شوية ما بيقصروا يعني برضو إذا لقوني ما عندي حاجة ما بيقولوا لي عندك جيب بل قام بيدفعوا له مرات حق هناي الرسوم. والليل مبارح لقيته قال لي يا أبوي أنا داير حق درس. هو في سنة كم هسي؟ حسي هو في سنة ثالثة ماشي رابعة ما شاء الله. قال لي ناس المدرسة قال دارين 2500 2500 دي أخويا أنا راسي بقى أضرب يمين وشمال. ما حبيت أحرج أقول له لا ما عنده هنا. أي طبعا ما ممكن تحرج أنا جنب أهله. أي طبعا جنب أهله لازم تكشف له وش شوية. أي حبة قلت لك أعمل شو سامح يا ولدي حاضر. أي على حظي سامح وربنا بس تقول طلعت الجزلان فتحت كده قلت لك فيها 1000 جنيه في ايدي الحمد لله. قلت له امسك دي لهم بعدين العصر اجي اجيب لك الفضل. يا زين الحمد لله جاي شفت لي زي 2000 يعني. اديت لي قلت له كده تمت لك ال 2500 قال لي يا عيني لا اديت هنا هو اديت الف فيلو اديت 1500 قلت له خاصة علي كده قفلت قال لي يا الحمد لله. خالته قالت لي ما كنت تتعب نفسك كان انا حصرف واجي احل اديه. قلت لا ما مشكلة حالة واحدة. ايوه طبعا ما عشان ما يقول تاكل نفسه علينا وهنا الواحد بيحس مهما كان. اي لا يعني بعدين ذاته كل ما انفقته ما شاء الله شغل كل ما انفقه هنا الحمد لله. لا الحمد لله الانفاق ده بانفق للولد اللي يعني بقدر البلقاء بجد عبد دالي كانت ديت امه كانت هو قدر البلقاء. انت بتعرف تشتغل شنو غير شغل المويه ده؟ والله غير شغل المويه ده ما بكذب عليك بس يا هو باريت البناين ديل وباريت هنا حاسي مع ذاته اشتغل شو محترف في شغلي. اشتغل تجاره قبل كده جربتها ما نفعت. فتحت طبلية؟ ما بكذب عندي ولد عمي هناك ساكن في الوحدة كان مديني كشك. الكشك ده كان باخد فيه ادبيات المدارس وهنا برضه كانوا ساعدوني دعموني برضه في الحياة دي ديل ولد عمي وديل كله يعني اخدت لي قرار صغير تشتغل بيها. ده الوقت ده طبعا ما متزوج صبي بقيت مواصل في الكشك ده لامن ربنا قسم لي طبعا الزواج ده وهنا منها طوال خليت الكشك اديته له لانه شاف زي المحتاج له. ما حبيت اضايقه قلت له اقول لك يا اخي يعني كان شغال معك كويس الكشك؟ لا ما شغال شغله كويس كده بقول علي ما حسب المدارس الطلبه يا جوك اشتروا يا ما اشتروا. ومرات المطر ذات الخريف لما نيجي تجي كف فوق الزين كده بنزل المويه في ادويات المدارس بيبوظها كلها. اها قمت خليته له بقيت عندي الطبليه ديك الطبليه اللي هناك مخططها دي اشتريتها في الفطره بتاعت رمضان والهنا طعم في بدون الفطره وكلام بالشكل ده. قلت احسن من اجدع ساي اشتري لي الطبليه هو اشتريت الطبليه ديك حسي بقيت راميها ساكت ما عارف اشتغلها شنو ذات اسويها فيها. ليه ما شغلتها؟ ما شغلتها لان حسب الظروف طبعا. راس المال ده مدار امكانيات طبعا ما سهل. حبيت تاكل على نفسي على الله بس مسات يا هو على الدار ده قد هو المبيع شغل المويه اي وقدر البلقاها الحمد لله. الحمد لله. دي حاله اخونا عصام يناول لنا في الدخينات الرجل الظريف المرح شغال مويه في سوقهم هنا دي ومتزوج وعامل طفل في سنه ثالثه وهو يعني بيحاول بقدر الامكان يكافح وجرب
أكثر من مهنة، لكن يمكن حتى بنيته الجسمانية ما بتساعده على الأعمال الشاقة، بالتالي هو بيحاول بقدر الإمكان يجتهد في الأعمال اللي بيعرفها. الجميل في الموضوع قال عنده طبلية قاعدة، بس ما عنده رأس المال اللي يقدر يشغل بيه الطبلية، وقبل كده جرب شغل الكشك واشتغل معاه كويس، لكن بعد ذاك حس إنه سيد الكشك محتاج له فسلبه له. الآن حالة أخونا عصام قدامكم، لأي زول حاب يدعم وتواصل معانا، ونحن إن شاء الله نوصله لعصام لحد البيت، وشوفوا بتقدروا تدعموا بشنو، توفروا له في شنو، وإن شاء الله الخير موجود في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. طيب أخونا عصام ده مبلغ مالي بقدم لك من قناة الشروق، تسلم إن شاء الله تقدر تفتح عليك وطبليتك إن شاء الله، وتعمل لك مشروع خاص إن شاء الله، شوية يكون أحسن من شغل الموية الدخل بتاعه إن شاء الله، ترجع تفتح الكشك حقك إن شاء الله، والكشك ما حد يلوني كده إلا أعمل لي مشروع أشوف لي مشروع أسوي. طيب أنا أنا برضو دار أتكلم معك عن حاجة، قبل شوية نحن شايفين معك ودختك أحمد ده هو بيشتغل معك شغل الموية دي، تكلمنا برضو عن شغلته معك 200 والشغل إذا بيقى تعبان تدعمه كيف مع بعض؟ والله بنتعامل هو نفس المعاملة اللي قلتها لك دي، حسي مثلا نقول أنا قروشي بسيطة ما بقدر أكفل بها مثلا ميلادي، هو ما بيقصر بيقول لي يا أخي خلاص بيدعم معي في حكاية الأكل وشرب لي، وهو لي أنا في السوق قبلنا أبنى القابل أكله، أنا كمان ألقى الصحات قروشي شوية فيها روح بقوم بقول له يا جيبك كيف، يقول لي مثلا ما شد حيله بقوم بسوق وبكل معي برضو إن شاء الله سندوتش طعمي إن شاء الله يشي، يعني بنتماشى بالمعاملة كده، وهو ذاته بكفل أمه وأخواته، وهو شوية نظره ضعيف حبك يعني نظره ضعيف الحمد لله تربي حالي ده بيتماشى بالشغل. وشغال معك برضو بدأ معك الشغل ده ولا جبته بعد ما؟ لا بدأ معي الشغل ده، هو كمان سبحان الله اداني الفكرة بتحت الدرداقة دي، قال لي خالي رايك شو تشتري الدرداقة، قلت الدرداقة هذا اشتراه سوي بها شنو، ما قال سبحان الله ربنا يجعل لي قسمة رزقي فيها، قلت له خلاص قمنا اشترينا بقينا في شنو، بس الزول قال دار ردمية بنشيل نردم له ونحوش وكلام بالشكل ده، لما حبة حبة يا هو بدينا في شغل المويه دي سوا، حبة اشترينا درداقة، اشتريت انا الدرداقة، قمت قلت خلاص امسك الدرداقة الحسي كنت اطلعها برا الصفرة دي، قلت اشتغل بيها، انا كي اشتريت الدرداقة قلت اشتغل بيها دي، ودي مشتركين فيها انا وهو، كان لما لقينا طريقة اشترينا، لكن التاني الحسي الان شقيقة دي الخضراء دي حقتي أنا، كان اشتريتها قلت خلاص امسك دي اشتغل بها صرف بها أهلك وأخواتك وأمك، وأنا بشيل دي بصرف بها ولادي الحمد لله قدر بلقاها. الحمد لله نحن والله شكرا لك يا عصام، إن شاء الله ربنا يعينك، المرة الجاية أنا قاعد عندك مشروع صغيروني معاك إن شاء الله دفتك. إن شاء الله وأموركم تكون بقت في أفضل حال إن شاء الله، حسي اللي مشدتني لها أنا بكذب كذب كعب، إذا بقيت حب لأخيك كما تحب لنفسك، حسيم دقيت أقول سامحة بحاول أكسمها معه معي ما بكذب إن شاء الله ربنا يعينك، أنا ما إنسان بقعد أقول لنفسي لا إن شاء الله إن شاء الله في النهاية قالوا الخال والد الخال والد أي وإنت خاله زي أبو يعني الحمد لله ما قلت لك عذر بمثل الحمد لله والحمد لله شكرا لروحك الحمد لله نحمد الله ولأخلاقك العالية نحمد الله تسلم إن شاء الله الدنيا دي دايرة خير شكرا يا عصام كتر خيرك دي قصتنا اليوم الليلة مع أخونا عصام وشوفوا التعامل والإيثار والعلاقة الحلوة اللي بينه وبين ودخته أحمد وشاب نظر ضعيف وشغالين مع بعض في شغل الموية ده أحمد بيكفل أمه واخته وعصام بيكفل زوجته وولده شغالين بالدرداقات بيبيعوا مويه في السوق دخلوا 1000-1500 اذا السوق بقى ممتاز 2000 وقبل شويه قالين حتى الدرداقات بدأوا مع بعض يعني ده غير الروح الحلوه بيناتهم في الشغل ومرات اذا واحد وضعه اكعب من الثاني يشيل الثاني يفطروا معاه يقسم لي من قروشه وهسي يعني حتى الهديه البسيطه دي
قال هو حيقسم منا والدكتور. أنا أتمنى إنه أي زول حابي يدعم أخونا عصام وأنا والدكتور يصلنا نحن إن شاء الله بنوصل له لحد هنا. حد ما نلقاكم في حلقة جديدة، نهاية حلقة اليوم مع كل لوم والتقدير.